الحمد لله ملي درت هذا الفيديو ديال صوت العداله، الحمد لله الصوت ديالي وصل. اللي مشيت عندهم بوليسي من هذوك الجداد، ملي مشيت عنده قال لي شنو بغيتي؟ قلت لي راه جايه نشكي بواحد السيده تعدات عليا هي والراجل ديالها. قال لي سيري تيسير الدم ونقدروا نجيو نديوكم بجوجات، ولكن اليوم راني وصلت لواحد النتيجه ملي دار هذاك هذا الفيديو، حيت ما عندناش في بن سليمان السبيطار ديال الدوله. ملي كنمشي كنهبط لهم مجروحه ومضروبه كيقول لي ما بقيناش كنديروا شهاده طبيه، سير دير في الفلوس. وزير الصحه كنعطيك نجزك بهذا الفيديو اللي ما اخبارك والو. السلام عليكم، معكم السيده مرزوقي فاطمه اللي في مدينه بن سليمان. اخوتي المغاربه اللي تبعتوا هذا الفيديو، اللي جيت لمدينه كازا باش درت هذا الفيديو على حسب واحد السيده وواحد السيد هي دايره في علاج معاويه، وانا في علاج معاويه تعرضت للاعتداء والشتم من جهه الاطراف، الاطراف اللي هما اللي حقروني بسبب القفه. السيد العامل صيفطها الناس اللي هما ساكنين في هذاك التهميش اللي في هذاك القزير، وفي الحيطه طايحين علينا، طايح عليا البيت من هك ومن هك. هاد الشيء علاش جات هاد السيده عندها 4 طوابق وجابت ناس اللي هما بديورهم وبقريمهم وجابتهم باغا دير قفه ليهم من هذيك البلاصه اللي مهمشه لينا وديهم على برا. ملي قلت لها لا راه جايين محسوبين لهذوك الناس اللي هما ساكنين هنا، ضاربت معايا، مشيت درت شكايه، مشيت عند البوليس. والبوليس اللي مشيت عندهم بوليسي من هذوك الجداد، ملي مشيت عنده قال لي شنو بغيتي؟ قلت لي راه جايه نشكي بواحد السيده تعدات عليا هي والراجل ديالها. قال لي سيري تيسير الدم ونقدروا نجيو نديوكم بجوجات، ولكن اليوم راني وصلت لواحد النتيجه ملي دار هذاك هذا الفيديو درته مع الناس ديال صوت العداله، ووصلت النتيجة زوينه حيت البوليس ديال بن سليمان القدام والرئيس ديالهم الله يعمر لهم الدار كانوا كيخدموا في اي ملف عدي، ولكن من هاد البوليس اللي على جوج داد دابا شهرين مشيت لقيت بوليسي جديد ما عطانيش وقت، هي باش قال لي سيري تيسير الدم ونجي ندوكم بجوجات. ولكن هاد الفيديو اللي درت على حسب هاد سيري تيسير الدم ونجي ندوكم بجوج، راه الرئيس ديال البوليس الله يعمر لي الدار خدم معايا مزيان في هاد الشكايه، صيفط لي البوليس لحد هاد اللي فات، داوني الكوميساريه الدائره التحتانيه وقفوا معايا وداروا لي المحضر وتهلاو فيا، يعني خدموا معايا بالمزيان البوليس ديال بن سليمان، ولي الحق ديالي جاو تصنتوا ليا وداروا لي المحضر ليا انا وتصنتوا ليا وراجلها. والمهم كنتمنى من الله ومن الناس ديال الامن راه كيتعاونوا معايا في بن سليمان. المشكل ديال هاد الشكايه هي من 2020، الرقم ديال الملف ديالي 2021 2101 6092، هذا هو رقم هاد الملف اللي هاد الشكايه اللي باقا ما خدتش فيها الحق ديالي. كنطلب من القضاء ومن الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي في هاد المحضر في هاد رقم هاد الشكايه، راه باقا ما خدتش حق ديالي في هاد الشكايه اللي درت لوكيل الملك الطبيه ديال هاد السيده اللي تصنتوا ليها البوليس نهار الدول الاثنين. انا جاو تصنتوا ليا الحد وهي تصنتوا ليا الاثنين، فيها 20 يوم هي وراجلها، الاولى فيها 27 والثانيه فيها 20، حيت ما عندناش في بن سليمان السبيطار ديال الدوله. ملي كنمشي كنهبط لهم مجروحه ومضروبه كيقول لي ما بقيناش كنديروا شهاده طبيه، سير دير في الفلوس. عندي الراميد وكنهبط للسبيطار ديال الدوله ديال المخزن، ملي كنهبط للسبيطار ديال المخزن ما كيبغيوش يديروا لي شهاده طبيه حيت كيقولوا لي سيري ديرها في الفلوس. وزير الصحه كنعطيك نجزك بهذا الفيديو اللي ما اخبارك والو، راه هاد الناس راه كنمشي لعندهم وعندي الراميد والحاله ديالي مزريه وعندي اعاقه، وملي كنهبط للسبيطار ديال عين الشعره كيقولوا لي ما نديروهاش في المخزن، سيري ما بقيناش كنديروها، سيري ديريها في الفلوس. خارج بن سليمان بحال هكا تم خارج بن سليمان بواحد
ربع كره ما يطلع ما يحكاش. ملي كنمشي للسبيطار كنهبط تما باش غنديرها في ديال المخزن كيقولوا لي ما كنديروهاش سيري ديرها في ديال الفلوس، وانا ما عنديش 3000 ريال باش نديرها، وكنمشي وكنطلب وكنتسلف منك ومنك وكنمشي نديرها. ولكن اليوم كنجد وزير الصحه اللي راه بزاف د الحوايج اللي حنا ما واصلينش ليهم وما كيعطيوناش وما مقدمينش فيهم. السيد العامل اللي مره كيصيفط من العام لعام ديك القفيفه ولا من خمس شهر اللي كيصيفطها لينا المعاقين، ولكن ما كنشوفوش شي حاجه اخرى من عند شي مسؤول ولا شي رئيس البلديه. ما كيتسوقناش ما كنشوفوش، هذاك ما بقاو اختفى ما بقيناش كنشوفو كاع. هذاك نسانا مره ملي كنطلعوا للبلديه نشوفو ما غنشوفوه كيقول لنا الناس الموظفين بلا ما تسمحوا راسكم ما جاش. وصلت الميساج ديالي، وصلت الشكايه ديالي الوزير ديال الاسره والتضامن وزاره كاينه في اكدال في الرباط، مشيت ديت لهم الشكايه، ديت لهم وزير الداخليه تاهو درت لي الشكايه، درت في بزاف الجهات اللي هما كاينين في عاصمه في الرباط درت لهم الشكايات، حتى الشكايه ما توصلت بها. وصلت بزاف البيبان في الرباط ويعني تباب ما تحل ليا بزاف الشكايات اللي درتهم في الرباط تباب ما تحل ليا، بلاصه اللي لحقت لك القنطر قاليا. نجد الناس ديال وزير الصحه والوزير ديال الناس اللي هما جهات اللي هما مختصين على هذا الشيء كنناجدهم باش يوقفوا معايا. البلاصه اللي لحقت ليها ما نلقى الصعوبات، راه حيت كنوصل لبعدا بلايص بعدا بيبان كنلقى الصعوبات. وكنشكر السيد الحموشي على الخطوه اللي كيدير كنشكرو، هو الوحيد اللي عندنا. وكنشكر نشكر سيدنا الله ينصره، كنناجدو الله ينصره الله يعاونو الله يعطيه صحته سيدنا الله ينصره. وهذا الشيء اللي كنوصل. وكنشكر الناس ديال الامن ديال بن سليمان اللي خدموا معايا في هذا الملف، صنتوا ليا. كنشكر الرئيس ديالهم اللي كيحس بالمواطنين اللي هما امس حاجه، كنشكرهم. الحمد لله ملي درت هذا الفيديو ديال صوت العداله الحمد لله الصوت ديالي وصل. الله ينصر سيدنا. كنشكر السيد الحموشي، كنشكر الرئيس ديال البوليس ديال بن سليمان والبوليس ديال بن سليمان، حتى هما كنشكرهم حيت هما القدام كانوا كيوقفوا معايا. ولكن واحد من هاد الجداد ما تسرع قال ديك الكلمه، ولكن كنسمح ليه. الناس ديال البوليس الناس اللي هما قدام اللي كانوا كنشكرهم حيت راه وقفوا معايا في هاد الشكايه، تصنتوا لهاد السيده وتصنتوا لراجلها. ولكن انا ملي مشيت النهار الاول فاش درت الفيديو قال لي واحد من البوليس جات قال لي ديك الكلمه ديال سيري تيسير الدم ونجيو ندوكم بجوج، هذه هي اللي بقات فيا حتى جيت درت هاد الفيديو ديال صوت العداله. ولكن كنشكر انا الرئيس ديالهم حيت ما كتخبروا والو، حيت ملي كنمشي للدائره التحسانيه كيقولوا لي ما كاينش، ولا يقولوا لي راه داير اجتماع.